بعد سنين بعد جه طالب مني معاد. بعد سنين عنوان الألبوم، ونحن اخترناه لأنه بيعني كتير أشياء. أولاً آخر ألبوم نزلته كان بسنة 2017، يعني صار تقريباً قاطع 6 سنين على آخر ألبوم لإلي. أكيد من وقتها لهلأ نزل لي كتير أغاني منفردة وقدمت كمان أعمال كتيرة، بس كألبوم صارنا 6 سنين. ف يعني بعد سنين هيدا مثل اذا فيني اقول العوده، وبنفس الوقت كمان يعني انا بهالسنين اللي قطعوا، وخاصه اخر 3 سنين كمان، انا بحياتي الشخصيه صار في كمان هيك اخبار حلوه، يعني من الزواج للاولاد صار عندي ولدين. اكيد كل هالامور غيرت كثير اشياء بحياتي وخلتني هيك احس بمشاعر جديدة، كمان ترجمتها كتير بالألبوم. وعنوان أغنية بعد سنين كمان، اللي هي أغنية باللهجة المصرية، كمان حبينا هيك نستعملها، ففي رمزية أكيد للعنوان. عبالي أهرب عبالي واسكن بدني. هو مضبوط، الألبوم كتير متنوع وفيه أغاني أكيد اجتماعية، في كمان أغاني عاطفية، أغاني أكتر دانس، وكل الانماط الموسيقيه هيدي اللي عم غنيها وعم قدمها بالالبوم كلها بتشبهني. هلا بركي كنا قبل بالالبومات السابقه نسلط الضوء اكثر على الاغاني اللي تعتبر اكثر هاتفه اذا فيني اقول او ملتزمه، ببعض الاوقات كنا نصور هالكليبات، بس اليوم حبيت انه من بعد كل هالسنين كمان سلط الضوء على شق ثاني من شخصيتي بركي الناس شافته اقل. ومشان هيك اخترنا انه نصور 3 كليبات من هذا الكليب يلي هن بعد سنين وكسرة سرا لو نبقى سوا وحبيبي خلاص. كل واحد من هالكليبات بفرج شيء جديد من ناحيه اذا فيني اقول الامراه، او حتى انا شخصيا يعني ناحيه من شخصيتي. مثل عم تحكي عن غنيه عبالي، عبالي غنيه فيها تمس كل حدا فينا، غنيه بتحكي عن الانسان ككل، وان شاء الله يكون في كليب كمان لها. هي اكثر كمان كلاسيك هالغنيه من كتابه غادي الرحباني والحان وتوزيع اسامه الرحباني، بركي بتشبه اكثر الاغاني المعودين عليها الناس مني. مش هيك بهالالبوم في هذا التنوع، وهالالبوم ما كنت عملته بهالطريقه لو ما قطع قبله كل الالبومات اللي عملتها. يعني اليوم الهويه تبعي رسمتها وصارت واضحه للناس، صار فيني اسمح لحالي اليوم اذا فيني اقول هيك جرب اشياء جديده او هيك روح بمحلات بركة أكتر فيها إذا فينا نقول لايت أكتر. أنا بكل ألبوماتي دايماً كان فيها المزج بين الموسيقى الغربية والشرقية وبين هالثقافتين، يعني لأنه كمان هيدا شي بيشبهني كتير موسيقياً وحتى أنا فكرياً. يعني اليوم بهيدا الألبوم بعد اشتغلنا أكتر إنه يكون في هيدا المزج بشكل بعد جلوبال أكتر وعالمي أكتر، لأنه في تعاملنا مع كتير أشخاص كمان بالغرب، يعني تسجل الألبوم بين لبنان وفرنسا وأمريكا، وهيدا الشيء بينسمع بالأغاني إنه بناحية البرودكشن كمان والأفكار الجديدة، بالإضافة لانضمامي لشركة يونيفرسال أرابيك ميوزك يلي هن عندهم هالانفتاح على العالم، وبيفكروا انه يوصلوا الغنية العربية لأكبر عدد ممكن من الناس، عم بحكي كمان عالميا وبالغرب. فهيدا الألبوم هو ترجمة لكل هالأمور مع الحفاظ على هويتها. دايما بقول هويتها دايما موجودة بالألبوم، وفي عم غني القصايد منه قصيدة تراجع من رماته للكبير منصور رحباني، بس في كمان معمولين بطريقة مودرن إذا فينا نقول، مع خلط الأوركسترا والآلات الحديثة والإلكترونيكس. راجعون من رماده الفينيكو، يعني بغنية راجعون من رماده الفينيكو مثل ما قلت القصيدة الكبير منصور رحباني والموسيقى لأسامة الرحباني، حبينا أنه نغني للوطن بس بشكل رومانسي إذا فينا نقول. يعني بس نسمع الغنية هي صح غنية بتحكي عن الوطن، بس كأنه عم نحكي مع الحبيب. يعني الموسيقى طريقة كيف ملحنة وموزعة فيها كتير من العاطفة، وكأنه غنية رومانس. هيدا الشيء اللي بيميزها عن غير أغاني إذا فيني أقول أكتر ملتزمة أو وطنية، يعني بتحس حالك فيك تسمعيها كل يوم للغنية حتى لو ما في مناسبة وطنية، لأنه هالقد بتشبه تعلقنا ببلدنا وبتشبه الأمل يلي نحن عنا إياه تجاهه. يعني نحن كلبنانية شو بيخلينا نكفي اليوم بالرغم من كل شيء عم بيصير حوالينا؟ هو هيدا الأمل إنه بلدنا هو أحلى بلد، وإنه رح يرجع يوقف على إجري، وإنه لو شو ما قطع صعوبات منكفي، وهذا بيميزنا عن غيرنا كشعوب كلبنانية نحن. يعني هي قد ايه الغنية هيك فيها
فيها هيك فرح وقريبة على القلب، نفس الوقت حبيت انه الصورة، وهم بدي اقول انه الكليب من اخراج ليلى كنعان، تكون فيها الانوثة اللي نسمعها بالغنية. الغنية فيها كتير انوثة بالشعر وبالموسيقى وبكل شيء وبطريقة الاداء كمان، فحبيت انه بالصورة كمان تترجم هالانوثة. واكيد مين في غير المخرجة ليلى كنعان ترجم هالقد انوثة بعينها وبالكاميرا، يعني خاصة انه حبينا ان يكون اغلبية الاشخاص اللي عم تشوفهم على الكاميرا هن نساء يعني. وحلوة هالعلاقة يعني بين الأصحاب، بس تحس إن أنت عندك support system، يعني الدعم اللي حواليك كله نساء، فيها العلاقة بيناتنا الأصدقاء العائلة، بتحس إنه في هيك بنات هيك حاضنين بعض، يعني مثل ما أنا مثلا فيني أكون مع أصحابي، أو حيلا امرأة عم تحضر بتحس حالها معنية إنه بهالعلاقة الحلوة والطبيعية بين بعضنا. بعتقد هو هذا من الألبومات المفضلة عنده لإلي لإبراهيم. كتير كمان كان طول فترة الشغل على الألبوم داعم كتير لإلي، داعم كتير كبير يعني معنويا، وكتير أوقات خاصة أنه أنا بدي أبعد وسافر كان هو عن جد سند لإلي يعني بكل شيء بقدمه، خاصة أنه له مشاركة كمان بالألبوم يعني من خلال غنية يلي هي غنية جاك بغيل لا شانسون دي فيو زامون، ترجمناها للغة العربية وهو كمان شاركنا فيها عزفا على الترومبيت. وفي كمان يعني سوا لحنا أغنية مع بعض صار أحلى الكون بالألبوم، أنا وياه وكمان مؤلف فرنسي اسمه بغيس خيفالان، واشتغلنا على الأغنية مع بعض، يعني له مشاركة بالألبوم كمان.